بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا، وهو موضوع بيان مكانة العلماء وحاجة الأمة إليهم، والرد على من يقلل من شأنهم ويقول هم رجال ونحن رجال، لهم اجتهادهم ولنا اجتهادنا، غير ذلك من الشبهات التي يريدون فيها أن يفصلوا بين المسلمين وبين علمائهم حتى يسهل عليهم نشر الضلال والمذاهب الفاسدة. فوجب التنبيه، العلماء لهم قدرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، في مجالس العلم، فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل قوموا إلى الصلاة فقوموا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون. وكذلك مما يدل على فضل العلماء أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، هو التوحيد. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما هذا إلا لشرفهم، لشرف العلماء ومكانتهم عند الله، شرفهم الله بالعلم والعمل والإيمان على غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والعلماء ورثة الأنبياء، كفى بهذا شرفا أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثتهم في أي شيء؟ تركات والأموال؟ لا، العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لأن العالم يشبه القمر لأنه ينير لنفسه وينير للناس، فنفعه يتعدى. وأما العابد فنوره قاصر على نفسه ولا يتعدى نفعه إلى الناس. ومما يدلكم على ميزة العالم على العابد، على العابد الذي يعبد الله عبادة عظيمة، لكن العالم أفضل منه، وذلك فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا، أن رجلا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، فوقع في نفسه أنه يتوب إلى الله عز وجل، ولكنه تعاظم ذنبه ولا يدري هل تقبل توبته أو لا تقبل، أو له توبة وليس له توبة، فذهب إلى عابد من العباد جاهل، عابد لكنه جاهل، فسأله فقال إنه قتل 99 نفسا بغير حق. وأنتم تعلمون ما قال الله جل وعلا في من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا بغير حق، فهل له من توبة؟ فقال هذا العابد الجاهل: لا، ليس لك توبة. فغضب الظالم فقتله، قتل العابد وكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال إنه قتل 100 نفس بغير حق، فهل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، لكنك بأرض سوء، وإن هناك ناس يعبدون الله في أرض أخرى، فاذهب إليهم واعبد الله معهم، توب إلى الله وهاجر إلى الأرض الطيبة وأبعد عن أرض السوء التي نبت فيها. فخرج الرجل، تاب إلى الله، خرج مهاجرا يريد الأرض الطيبة، فحضره الموت في الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله، يريدون أن يستلموه وأن يقبضوا، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، يريدون أن يأخذوه. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدتين، الأرض السوء والأرض الطيبة، فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها. فقاسوا ما بين البلدتين فوجدوه إلى الأرض الطيبة أقرب بشبر،
وفي رواية لما حضره الموت جعل ينوح بصدره إلى الأرض الطيبة، لما عجز عن المشي صار ينوح بصدره إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة. انظروا إلى فتوى العالم وفتوى الجاهل لتدركوا فضل العلم والعلماء على غيرهم، على العباد فكيف بغير العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا الناس. دل على أن وجود العلماء في المجتمع أمانة من الضلال بإذن الله، لأن الناس يرجعون إليهم في المشكلات والمعضلات فيحلونها على ضوء من الكتاب والسنة ومن العلم النبوي، فيحصل بذلك الخير الكثير للمجتمع. فإذا فقدوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا ليس عندهم علم وروسوهم، فسئلوا، لأن الناس بحاجة إلى السؤال، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا مما يبين مكانة العلماء وحاجة المجتمع إليهم، ويبين فضلهم وأنه يجب احترامهم ومعرفة قدرهم. والمقصود بالعلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى، خشية وخشية الله، كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن العلم على قسمين، علم على اللسان فقط وعلم في القلب، علم في القلب، خشية لله عز وجل في القلب، لأن الخشية من أعمال القلوب. فمن اجتمع عنده العلم الظاهر والعلم الباطن فهذا هو العالم، ومن أخذ بالعلم الظاهر فقط دون العلم الباطن فهذا ضرره أكثر من نفعه، قد يكون منافقا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي وإنما أخشى على أمتي منافقا عليم اللسان، منافقا عليم اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، المضلين. فالمراد بالعالم الذي مدحه الله ومدحه الرسول صلى الله عليه وسلم مراد به من جمع بين الصفتين، علم الظاهر وعلم الباطن، خشية الله سبحانه وتعالى مع العلم بالكتاب والسنة والفقه بالكتاب والسنة. وتلك منة يمن الله بها على بعض أو على خواص، على خواص عباده. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة
فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لا نعني بالعالم المتعالم الذي اقتصر على قراءة الكتب وترك العلماء وابتعد عنهم، وإنما يقتصر على المطالعة وعلى كثرة الكتب، هذا لا ينفع نفسه ولا ينفع الناس، بل ربما يضر نفسه ويضر الناس. لا نعني بالعالم هذا الذي أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم، دون تلقي العلم عن العلماء وأخذ العلم من مصادر، وإنما نعني العالم الذي حمل العلم عن أهله، تلقاه عن أهله وبلغه للناس، هذا هو العالم الذي أثنى الله عليه وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثني عليه أهل الأرض والسماء، ويستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم الذي هذا وصفه. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فلما ختمت الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، فإن العلماء يقومون بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقومون بهداية الأمة إلى الطريق الصحيح وإلى بر الأمان، فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وإنما العلماء ورثة، وإن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل، في أن الأنبياء في بني إسرائيل يسوسون الناس بالعلم، وعلماء هذه الأمة أيضا يسوسون الناس بالعلم، وإن كان الأنبياء أفضل منهم، لكنهم يقومون مقام الأنبياء في حمل العلم ونفع الناس به تعليما وإفتاء ودعوة وإرشادا وتأليفا. هؤلاء هم ورثة الأنبياء، وهم العلماء، وهم مصابيح الدجى، وهم النجوم التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. هؤلاء هم العلماء ورثة الأنبياء. فما داموا موجودين فالأمة بخير، وإذا فقدوا حق على الأمة الضياع والهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذين يتنقصون العلماء ويحطون من قدرهم ويزهدون الناس فيهم ويصفونهم بالأوصاف الذميمة، يصفونهم بالعمالة، يصفونهم بالمداهنة مع ولاة الأمة مع السلاطين بزعمهم، يريدون أن يحولوا بين العلماء وبين الناس حتى تسنح لهم الفرصة في نشر الأفكار الخبيثة، ولا يقبل من العلماء بيان لهذه الأفكار وهذه الشبهات. هذا ما يريده أعداء الله ورسوله.
واسمعوا إلى ما جاء في مثل هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك نزل في منزل للراحة، نزل المسلمون معه، اجتمع نفر من جملة العسكر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل دين وأهل إيمان، جلسوا يتحدثون. فقال رجل منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والبقية سكتوا ولم ينكروا عليه، إلا شابا أنكر عليه وقال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال له عوف بن مالك رضي الله عنه. فذهب الشاب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبقه الوحي ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم خبره، وقال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظروا، كانوا مؤمنين في الأصل لكنهم كفروا بعد إيمانهم، ليسوا منافقين من الأول، هؤلاء من المؤمنين. لما قالوا هذه المقالة من المؤمنين مع رسول الله مع الغزو، لما قالوا هذه المقالة أنزل الله فيهم هذه الآية. جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كبيرهم ممسكا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبلها، يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، بل يقرأ عليه هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والرسول متجه وركب راحلته حتى إن الحجارة لتنكب أقدام هذا الرجل الذي يعتذر. الرسول لا يلتفت إليه، لأن الله أمره أن يقول لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية تتناول كل من استهزأ بالعلماء، استهزأ بالعلم الشرعي، تتناوله الآية، فهو واقع في هذا الوعيد الشديد ومتصف بهذا الوصف القبيح الذي يستهزي بالرسول، يستهزي بالقرآن، يستهزي بالعلم، يستهزي بالعلماء، واقع في هذا الخطر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما يتنقص العلماء أو يسب العلماء لأجل أشخاصهم، وإنما يسبهم من أجل العلم الذي يحملونه، سبهم من أجل وصفهم لا من أجل أشخاصهم. فلذلك ناله هذا الحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فيجب توقير العلماء، احترام العلماء والتلقي عنهم، تلقي العلم عنهم، لأن هذا العلم أمانة يجب على العالم أن يؤديها وينشرها وأن يدرس هذا العلم ويبينه للناس، حمله لمن بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. لا بد له من حمله، لا بد له من حمله، ولا بد من محمول عنهم، وهم العلماء. لا يؤخذ العلم من الكتب، إنما يؤخذ عن أهل العلم. يقول بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي عمن تأخذون علمكم. هو مثل النسب، هذا العلم مثل النسب، لا بد أن يكون هذا له نسب، هذا الذي يدعي العلم عمن أخذه. مثل ما تقول: فلان من هو أبوه؟ من هو جده؟ تقول: هذا من هو شيخه؟ ممن تعلم؟ ممن تلقى العلم؟ هكذا يكون العلم خلفا بعد سلف. ويجب أن يحترم العلماء وأن يعرف قدرهم وأن يتلقى عنهم العلم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب الرجوع إلى أهل العلم في التعلم، في الفتوى، في السؤال، في القضاء، في كل شؤون المسلمين. هم الذين يحملون حل هذه الأمور وهذه المشاكل، يرجع إليهم. فإذا شككنا فيهم زهدنا الناس في طلب العلم وزهدناهم في أهل العلم، وحينئذ من الذي يتولاهم؟ تولاهم أهل الضلال، تولاهم أهل الضلال، يوجهونهم على رغبتهم ليكونوا سلاحا يطعنون به الإسلام والمسلمين. فأهل العلم الله شرفهم ومدحهم، الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم ومدحهم. يأتي من ينقصهم ويزهد فيهم ويصفهم بالأوصاف الذميمة، هذا مخالف لله ولرسوله، محاد لله ولرسوله، غاش للمسلمين. فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. لا نقول إن العالم لا يخطئ، العالم بشر يخطئ ويصيب، ولكن إذا أخطأ فإنه ينبه ولا يؤخذ عنه الخطأ، إنما يؤخذ عنه الصواب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا يأثم في هذا لأنه لم يتعمد، ما يريد الحق لكنه لم يصادفه بعد الجهد والاجتهاد. من الناس من يتنقص قدر العلماء ويقول: هم رجال ونحن رجال، لماذا تسألون العلماء؟ تأخذون بأقوالهم ولا تسألوننا، ولا هم رجال ونحن رجال. كذا يقولون الآن بعض المتعالمين وبعض الجهال، يقول: هم رجال ونحن رجال. هذه كلمة قالها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في وقته، والإمام أبو حنيفة أقدم الأئمة الأربعة، كان في عصر التابعين، أخذ عن التابعين، فهو من القرون المفضلة،
ويقال إنه أخذ عن الصحابة وأدرك الصحابة، فهو إما من أتباع التابعين وإما من التابعين أنفسهم. لما قال رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن الصحابة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، هم زملاء كلهم علماء، هم رجال يعني رجال علم، هم رجال ونحن رجال. هذه المقالة يقولها الجهال الآن والمتعالمون، يفتون ويقولون، يقيل لهم هذا خطأ، هذا يخالف ما عليه علماء الأمة، أقول نحن هم رجال ونحن رجال. يا سبحان الله، تقيس نفسك على أبي حنيفة وعلى التابعين وأتباع التابعين، تقول هم رجال ونحن رجال؟ أين الثرى؟ أين الثرى من الثريا؟ يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فيجب التنبه لهذه الأمور، يجب احترام العلم، احترام العلماء، وعدم تنقصهم. ولو حصل من بعضهم خطأ، فالعصمة إنما هي لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العلماء قد يخطئون، ولكن صوابهم أكثر من خطاياهم، وأيضا هم لم يتعمدوا الخطأ وهم مؤهلوه. يمكن يقول هذا الجاهل، يقول أنا ما تعمدت الخطأ، أنا مجتهد. نقول: لست من أهل الاجتهاد، مالك تجتهد، لست من أهل الاجتهاد. الاجتهاد له شروط ذكرها أهل العلم في أصول الفقه، أنت لست مؤهلا للاجتهاد، أنت حسبك أنك عامي، أن تسأل أهل العلم ولا تجتهد. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب أن نتنبه لهذه الأمور، وأن نخاف الله جل وعلا في ديننا وفي أمتنا، وأن نأخذ العلم من مصادره ومن أهله معروفين به. لما انعزل على وقت الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، انعزل بعض تلاميذه لما اختلفوا معه في بعض المسائل، انعزلوا عنه وكونوا لهم حلقة مع بعضهم، وانعزلوا عن إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله. ماذا كانت حالهم؟ صاروا خوارج، صاروا خوارج يقاتلون الصحابة ويكفرون الصحابة بسبب انعزالهم عن أهل العلم واقتصارهم على أخذ العلم عمن ليس من أهل العلم، صاروا خوارج أهل ضلال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم يقرؤون القرآن ويحفظون الأحاديث ويصلون الليل ويصومون النهار، لكن لم يكونوا على جادة واضحة من العلم صاروا في هذه المنزلة، وصاروا يقاتلون المسلمين ويكفرونهم، يكفرون المسلمين بسبب الانعزال لما انعزلوا عن أهل العلم. وهذا هو نفس الواقع، من اعتزل عن أهل العلم وأخذه عن غير أهل العلم حصل له من
الخلل ما يحصل، فمقل ومستكثر. وأعظم ذلك أنه يحرم من العلم الصحيح، يظن أنه عالم وهو ليس بعالم، وهو جاهل مركب، يحرم من العلم الصحيح. الله جل وعلا قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب، له أهل، له حملة، فأتي البيوت من أبوابها، لا تأتي من السطوح ومن أعلى العلم، ائت العلم من أبوابه، من أصوله، من صغار المسائل إلى كبارها، إلى مع العلماء، هذه أبواب العلم. إذا أخطأت هذا الباب فإنك تضل وتصاب والعياذ بالله بما أصيب به الخوارج، ولو في الفكر، ولو لم تحمل السلاح يكون فكرك منحرف، ولا ترى لأهل العلم قدرا، وربما تتكلم في حق العلماء، وربما لا تتكلم ولا تحمل سلاح، لكن يكون في نفسك وفي قلبك هذه الفكرة الخبيثة. يجب على المسلم أن يتنبه لذلك، لا بد من الارتباط بالعلماء، إما في الدراسة على العلماء في المسائل، وإما في الدراسة في دور العلم، في المدارس، في المعاهد، في الكليات. وأما أنه ينعزل يطلب العلم من غير أهله ويأتيه من غير أبوابه، فالعلماء يقولون: من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، لن يصل أبدا، ولا يدرى في أي واد يهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أننا ننتبه لهذا الخطر الداهم الذي يجتاح الآن كثيرا من شبابنا ومتعالمينا، يجب أن نتنبه لذلك، وأن نأخذ العلم من أهله ما داموا موجودين ومن مصادره. والحمد لله بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يبين كتاب الله وسنة رسوله؟ هم العلماء، ما هو نحن مبتدئون ونأخذ العلم من الكتاب والسنة بفهمنا، لا، نرجع إلى أهل العلم يشرحوا لنا ويبينوا لنا معنى الآيات ومعنى الأحاديث. الأمور لها أنظمة ولها، مثلا أنت إذا أصابك شيء من العاهات أو من الأمراض، ألست تذهب إلى الأطباء المختصين ليعالجوك، ليصفوا لك الدواء، أو تذهب إلى المتطببين الذين ليس عندهم علم بالطب، يشقوا بطنك أو صدرك ثم تموت، ليس عندهم خبرة، تذهب إلى الأطباء المختصين. إذا أردت أن تشتري سلعة وأنت تجهل البيع والشراء، ألست تسأل التجار وأهل المهنة وأهل الخبرة؟ إذا كان هذا في أمور الدين، في أمور الدنيا وفي أمور الأبدان، فكيف بأمور الدين؟ ولهذا قالوا في الحكمة: يفسد الدنيا أربعة، نصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف فقيه. أربعة: نصف طبيب هذا يخرب الأبدان، ونصف فقيه هذا يخرب البلدان بفتاواه وبأحكامه، ونصف نحوي هذا يفسد اللسان، يفسد لغة العرب أنه لا يعرفها،
ونصف فيلسوف، هذا يفسد العقائد. فالواجب أن نأخذ العلم عن أهله، ولن نأخذه عن أهله إلا إذا احترمناه، عرفنا قدرهم، عرفنا قدر أنفسنا، عرفنا قدر أنفسنا. وهذا العلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يؤتاه، لا يؤتاه مستحي ولا مستكبر. اللي يستحي ويخجل ما يأخذ العلم عنه، المستكبر ما يرى العلماء شيئا ولا يأخذ عنه، لا يناله مستحي ولا مستكبر. هكذا الطريق الصحيح، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما ذكر، ونفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين بعلمه، وجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا سائل يقول: ما هي أهم الوسائل التي تزيد من تلاحم طلاب العلم والعلماء، لا سيما في زمن الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الوسائل أن الإنسان يعرف قدر نفسه، ويعرف حاجته إلى العلماء، ويعرف قدر العلماء، ويلتحق بسلك التعليم، سلك التعليم على العلماء في المساجد أو في المراحل الدراسية عند المدرسين في المدارس وغيرها. نعم. يقول السائل: ما تعليقكم على قول الإمام أحمد في زمن الفتنة، فتنة خلق القرآن، إن الناس اليوم أحوج ما يكونون للعلم والحديث؟ نعم، واضح، لأن فتنة الإمام أحمد وفتنة الوقت الذي هو فيه، وهي فتنة القول بخلق القرآن على يد المعتزلة، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، لم ينجو منها إلا أهل الحديث وأهل العلم الذين عرفوا وعلموا أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله، فأبوا أن يقولوا القرآن مخلوق، وصبروا على الأذى، ومنهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من عذب مثل الإمام أحمد، صبروا حتى ثبت الله الحق على أيديهم. نعم. وهذا إنما هو بفضل الله، ثم بفضل علم الحديث، فضل علم الحديث. نعم. يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا، وأشار إلى رقبته، فهل هذا من كتم العلم؟ لا، قالوا إن الجراب الذي لم يبينه أنه أحاديث الفتن، الأحاديث التي وردت في الفتن، فلو بينها للناس لصار عليه خطر أن يقتلوه، يقتله الظلمة. وكتم العلم إذا كان لدرء مفسدة أعظم يكتم، العلم الأصل أنه يجب نشره إلا إذا دعت الضرورة إلى كتمانه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: ما أتدري ما حق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها: تدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: ألا أخبر الناس، يعني بأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا،
تساهلون في المعاصي، ويقولون ما دامت ما هي بشرك الأمر سهل، تساهلون في الذنوب والمعاصي. فأمره بكتم هذه المسألة لئلا يفضي نشرها إلى تساهل الناس، ويتكلوا على جانب الرجاء ويتركوا جانب الخوف. فإذا كان بيان شيء من العلم يفضي إلى مضرة أكثر فإنه يكتم. وعلي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكلم الله ورسوله؟ فالأمور التي لا تتحملها عقول الناس لا تأتي بها وإن كانت حقا، لئلا يكذبوها. فإذا كذبوها كلموا الله ورسوله. يعطون الناس على قدر مداركهم وعلى قدر ما يفهمون، ولا يؤتى لهم بشيء لا يفهمونه، ولكن يتدرج معهم شيئا فشيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كيف الجمع، أو كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم في الكليات الشرعية التي تتطلب استذكارا ومراجعة، وبين طلب العلم في مجالس العلم في المساجد؟ الأصل أنه يعتني بالدراسة النظامية التي فيها اختبار وفيها نجاح ورسوب، يعتني بالدراسة النظامية وفيها خير. الدراسة النظامية فيها خير، فيها مقررات فقه وتفسير وحديث ومصطلح وعلوم قرآن وعلم لغة وبلاغة ونحو، فيها خير. إذا فهمها فإنه قد أوتي خيرا كثيرا. فإن كان عنده زيادة من الوقت فلا بأس، أو في العطل فيتلقى عن العلماء في المساجد بقية الوقت، يكون وقته كله في العلم وقت الدراسة النظامية وفي العطل. ونعم. يقول معالي الشيخ صالح: أني أحبك في الله ومرحبا بك في محافظة الخرج، أسأل الله رب العزة والجلال أن يمد في عمرك على طاعته. والسؤال: هل يكفي طلاب العلم التواصل مع العلماء لإنكار المنكرات عندما لا يقبل منهم، وبهذا تبرأ ذمتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إنكار باليد يكون هذا لأصحاب السلطة ولي الأمر أو من ينيبه من رجال الحسبة. فإذا لم يكن له سلطة وليس هو ممن ولاهم ولي الأمر، فإنه ينكر المنكر بالبيان، بالوعظ والتذكير والإرشاد والنصيحة، وكذلك من رفعه للمسؤولين وأهل العلم من أجل أن يسعوا في إزالته. هذا من الإنكار باللسان. فإذا لم يكن عنده علم ولا عنده سلطة فإنه ينكره بقلبه، بمعنى أنه يبغضه ويبغض من فعله، ويبتعد عن مكان المعاصي والمنكرات، يبتعد عنه. نعم. يقول: تعلمون حفظكم الله ما للقنوات الفضائية من تأثير سلبا وإيجابا، ألا يرى معاليكم أن خروجكم في بعض القنوات يفيد الناس وينشر العلم؟ نشر العلم ليس محصورا على القنوات، نشر العلم والحمد لله له مجالات كثيرة، فمن لم يظهر بالقنوات يظهر في المساجد وعلى المنابر وفي المحاضرات. طرق نشر العلم كثيرة والحمد لله، ما هي مقصورة على الفضائيات. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هو من اقتنع بالظهور بالفضائيات يظهر فيها، ومن لم يقتنع فأمامه المجال واسع. نعم. يقول: هناك من يزعم أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لم يتلقى العلم عن العلماء وإنما تلقاه من الكتب، فهل هذا صحيح؟ وبماذا نرد عليه؟
أنا لا أعرف هذا ولا أدري عنه ولا عصرت، يعني ما زاملت الشيخ الألباني أو ما شيته أو عرفت يعني كيف، ما أدري عن هذا. نعم. يقول: ما نصيحتكم تحديدا لطلاب حلقات تحفيظ القرآن وموقفهم من تدبر القرآن إضافة إلى حفظه؟ ما يقول: ما نصيحتكم تحديدا لطلاب حلقات تحفيظ القرآن؟ يعني هل هو الاكتفاء بالحفظ فقط؟ أولا يكتفي بالحفظ، أول شيء يكتفي بالحفظ، فإذا حفظ القرآن فإنه يسعى في فهمه وتفسيره من تفاسير الصحيحة وعلى أيدي العلماء. نعم. يقول: جزاك الله خير الجزاء، هل الخشية المذكورة في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم علماء الفقه الذين حفظهم الله وسدد خطاهم، أم تشمل أيضا علماء العلوم التطبيقية كالطب والهندسة إذا أخلصوا النية فيها لله؟ هذا يراد به علماء الشريعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء الشريعة، أما علماء العلوم التطبيقية والصناعات فأكثرهم ملاحدة، أكثرهم ملاحدة وكفار، ما نفعتهم هذه الصناعات هذه. نعم، قد يكون منهم من هداه الله واستفاد واعتبرها من آيات الله، لكن هذا قليل، هذا قليل منهم. نعم. قل: في ظل الهجمات على العلماء وأهل العلم والتشكيك بهم، وأنا أريد أن أرد على هؤلاء لكني لا أعرف، فبماذا تنصحونني بما أبدأ به من العلوم من أجل الرد على هؤلاء المشككين في أهل العلم؟ عليك أن تلتحق، عليك أن تلتحق بالمدارس والمعاهد والكليات دراسة نظامية، أو تلتحق بحلقات العلماء في المساجد وتعتني بالحفظ، تعتني بالحفظ وتعتني بفهم ما تحفظ على يد العلماء، هذا هو الطريق الصحيح لتلقي العلم، بحيث لا تتجاوز شيئا إلا وقد فهمته، وما لم تفهمه تسأل عنه حتى تتدرج في العلم شيئا فشيئا. نعم. يقول: هناك من عندما كلامك موصول، لا نعتني بفن واحد من فنون العلم ونترك الفنون الأخرى، لأن فنون العلم يخدم بعضها بعض، فتدرس في النحو والبلاغة، تدرس في علم الحديث، تدرس في علم التفسير، تدرس في الفقه وفي أصول الفقه، لا بد يكون لك من كل فن يكون لك مشاركة في التعلم. والحمد لله العلماء ما قصروا معنا، ألفوا لنا مختصرات ونثرا ونظما، وألفوا لنا متوسطات ومطولات نتدرج فيها، فالشأن في الاهتمام في هذا والسير مع الطريق الصحيح. نعم. يقول: اطلعنا على فتوى أو بيان هيئة كبار العلماء في المظاهرات، لكن هناك من يقول إن البلدان التي تقوم فيها المظاهرات يبيح دستورها وأنظمتها تلك المظاهرات، فما قول فضيلتكم؟ ننظر إلى الواقع، ماذا أثمرت مظاهراتهم لهم؟ أليسوا الآن في كما تعلمون لم يستقر أمرهم ولم يهدأ وضعهم؟ والإنسان ينظر في العواقب ويحكم على الأمور في عواقبها، فننظر إلى هؤلاء الذين تظاهروا وحصل منهم ما حصل من الفوضى، ما هي حالهم الآن؟ هل استقروا؟ هل قام لهم دولة وسلطان؟ ما أظن هذا، فننظر إلى عواقب الأمور. نعم. قل: ما موقف المسلم من الخلاف الذي يقع بين بعض الفضلاء في المنهج العملي والمنهج الدعوي، وهل مثل هذا الخلاف يستلزم التبديع والمنافرة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نرجع في خلافنا إلى الكتاب والسنة، ونأخذ الصواب من الكتاب والسنة ونترك الخطأ، هذا هو الطريق الصحيح. أما أن كل يتعصب لمنهجه ومذهبه وجماعته فهذا لا يجوز، تقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. قل: هل باب الجرح والتعديل أقفل أم هو مفتوح؟ وإن كان مفتوحا فمن هو العالم الذي له الجرح والتعديل؟ علم الجرح والتعديل موجود، لكن من هم الرجال الذين يعرفون الجرح والتعديل وأين يكون وما مجاله؟ أما أننا نشرح في الناس ونغتاب الناس ونقول هذا جرح وتعديل، هذا ما يصلح. جرح والتعديل في علم الحديث، في علم الإسناد، حتى يعرف هذا الحديث من أين جاء وما هو سنده وما رجاله، حتى نعرف أنه صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محل الجرح والتعديل في علم الحديث. أما أن يتخذ بالوشايات وتحريش وتفريط الناس، هذا ليس هو الجرح والتعديل، هذا الجرح فقط، هذا نسميه الجرح ولا نسميه تعديل. نعم. فضيلة الشيخ، يحضر هذه المحاضرة وغيرها مجموعة من النساء وهن يتعرضن لمثل ما يتعرض له الرجال من الفتن والتشكيك في العلماء أو في ولاة الأمر، فنرجو منكم توجيها خاصا للنساء. الخطاب للجميع الحمد لله، رجال ونساء، وما دمنا يسمعنا المحاضرة والدرس فإنهن مخاطبات مثل ما يخاطب الرجال. أما لو لم يكن هناك مكبر صوت ولا يبلغهن الصوت فلا بد من تبليغهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم العيد في الرجال ذهب وخطب النساء، ذهب إلى النساء وخطبهن، خطب فيهن، لأنه لم يبلغهن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما الآن الحمد لله فالصوت يبلغ الرجال والنساء وفي البيوت وفي أي مكان، وهذا من إقامة الحجة على العباد، هذا من إقامة الحجة على العباد، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. نعم. هذا السائل يقول: إننا نحب علماءنا ولا نشك فيهم، لكن هناك شبهة عند بعض الناس نود منكم الرد عليها، وهو أن بعضهم يقول إذا كان العالم يأخذ راتبا من السلطان فربما أثر ذلك في فتاواه، فبماذا نرد عليهم؟ يا أخوان، العلماء القضاة والمفتون والأئمة ورجال الحسبة وكل من يعمل للمسلمين يحق له أن يأخذ من بيت المال ما يكفي حاجته ليتفرغ لذلك، وهذا ما يسمى إلا رزق من بيت المال، وكان العلماء من قديم يأخذون من بيت المال، وكان الصحابة يصرفون للمهاجرين والأنصار من بيت المال ومن البيت ويأخذون، هذا من باب، لأن هذا مما يعينهم على القيام بمهامه، وإلا كان كل يروح يشتغل لعياله وتحصيل القوت لأهل بيته، يترك القضاء وتترك الفتوى وتترك التعليم وتعطل الأمور، فهذا في مصالح المسلمين يا إخوان، هذا في مصالح المسلمين من أجل أن يتفرغ هؤلاء لنفع المسلمين. نعم. هذا أيضا يقول إن هناك من لما صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم المظاهرات لمفاسدها وجد من يقول إن المظاهرات قسمين، إذا كانت سلمية لا تخريب فيها ولا سلب ولا نهب ولا اختلاط وإنما مطالبة بحقوق الناس فهي جائزة، وإذا كان فيها تخريب وإفساد ولا سلب فإن ذلك حرام، فما ردكم عليهم؟ نسأله: هل المظاهرات لها أصل؟ هل لها أصل في عند المسلمين قديما أو حديثا؟ ما عرفت المحاضرات إلا من عند الغرب، ما هي في الإسلام أبدا. الإسلام يحث على الانضباط، يحث على السكينة، يحث على عدم الفوضى، والحقوق ما تنال بالفوضى والشوشرات، إنما تنال الحقوق بطرق مشروعة وبطلب غير طريق المظاهرة. ما أحد منع أن لا يرفع شكاية، ما أحد منع أن يطلب حقا له، ما أحد منع من ذلك. أما المظاهرات فليست من دين الإسلام، وأنا أقولها وأكررها، ليست من دين الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، إنما جاءتنا من المجتمعات الغربية لأجل تشتت الجماعة وتفرق الناس وتحدث العداوات. نعم، هذا هو المطلوب منها. نعم. يقول: إنا نحبكم في الله، هل حضور المحاضرات بواسطة الأنترنت الاستماع إليها لها من الأجر مثل الحضور في المساجد عند العلماء؟ يا أخي، المسجد له خاصية، فيه سكينة، فيه رحمة، فيه ملائكة، بيت الله. الحضور في المسجد واستماع الدروس والمحاضرات لا شك أنه أفضل من أي مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لي اقتناء القنوات التي تسمى قنوات إسلامية بدعوى أنها ليس فيها نساء ولا موسيقى ولا غيرها؟ الله، ما أعرفها يا أخي، أنا ما أعرفها ولا أفتيت فيها. نعم. يقول: أنا شاب استقمت حديثا، لكنني أسمع أن هناك مناهج مختلفة وجماعات، بما تنصحني وأنا في حيرة في أمري، بما تنصحني يا فضيلة الشيخ؟ يا أخي، هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة وعلى عقيدة واحدة وتحت إمام واحد، فاتبع هؤلاء الجماعة، جماعة أهل هذه البلاد. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الحمد لله، البلاد مجتمعة على الخير،
وعلى الطاعة وعلى التآلف وعلى قيام المصالح، فكن معهم ولا تلتفت إلى غيرهم. نعم. يقول: هناك مجموعة من الكتاب في الصحف أصبح شغلهم التنقص من العلماء، فما واجب طلاب العلم والعلماء تجاه ذلك؟ الذي عنده علم يرد عليهم يبين أخطاءهم وما تحمله مقالاتهم من الإفساد، والذي ليس عنده علم يرفع هذا إلى أهل العلم ويوصل إليهم هذه المقالات، والعلماء يقومون بما أوجب الله عليهم. المهم لازم من التعاون، لازم من التعاون بين المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: من هي الكتابية التي يجوز نكاحها في هذا الزمان؟ لأن النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، فكيف يفرق بين الكتابية الموحدة والمشركة؟ الله أباح لنا نساء أهل الكتاب بشرط أن يكون محصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات يعني العفيفات عن الزنا، فإذا كانت عفيفة عن الزنا يجوز للمسلم أن يتزوجها بنص القرآن. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. محصنات معناها العفيفات عن الزنا، النقيات في أعراضهن. نعم. يقول الله أباح هذا، والنصارى يقولون المسيح ابن الله في وقت نزول القرآن، ويقولون الله ثالث ثلاثة في وقت نزول القرآن، ومع هذا قال الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم. يقول: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة أي نصف يوم، وقول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون؟ نعم، لا تعارض بين الآيات، لأن أهل الأموال يحاسبون على أموالهم، الذي يؤخرهم هو المحاسبة على أموالهم، حاسبهم الله على أموالهم، فإذا كانت كثيرة استغرق الحساب وقتا طويلا. أما المؤمن الذي ليس عنده مال هذا لا يحاسب على شيء، على ماله ما عنده شيء يحاسب عليه، يدخل الجنة ما عنده عائق. نعم. يقول: ما توجيهكم لمدير في مصلحة أو دائرة وطلب منه أن يعين امرأة رئيسة على قسم من أقسام دائرته التي يعمل بها رجال؟ نعم. يقول: ما توجيهكم لمدير في مصلحة أو دائرة وطلب منه أن يعين امرأة رئيسة على قسم من الأقسام التي يعمل بها رجال؟ إذا كانت تختلط بالرجال فلا يجوز له أن يجيب ولا أن يقبل، لا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كانت هذه المرأة ستختلط بالرجال فلا يجوز له أن يوافق على ذلك. قل: أنا شاب تزوجت شابة عمرها 17 سنة وهي متأثرة في أهلها في اللباس وغيره، علما بأنني أعلمها أحيانا ولا تطيعني وأتغاضى بعض الأحيان، فما دوري في تعليمها وإلى أي حد أتغاضى عنها؟ لا تغاضى عنها، هذه ستؤثر على بناتك، وعلى فإذا لم تقبل النصيحة ولم تترك هذه الأشياء المحرمة فالواجب عليك مفارقتها. نعم. يقول: الشباب لدينا حاليا لا يوجد لهم أماكن تحتويهم، فلماذا لا يكون هناك أماكن معروفة يذهب إليها الشباب يستفيدون من أوقاتهم ويتم توجيههم فيها بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم؟ هذه حجة البعض، فما توجيهكم لهم؟ الحمد لله عندنا المساجد، كل حارة فيها مسجد وجامع ومكيفة ومفروشة وفيها مصاحف ومحل راحة وطمأنينة، لماذا لا يجتمعون في المساجد يقرؤون القرآن، يروحون للمكتبات اللي فيها كتب مفيدة في العلوم الشرعية ويقرؤون فيها، فيه مكتبات فيه مساجد لأمجال لمن يريد الخير. نعم.
يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله العبادة في الهرج كهجرة إلي، ما شرح هذا الحديث ومعناه؟ الهرج يعني وقت الفتنة والقتل، فالإنسان يترك الدخول في الفتن ويشتغل بعبادة الله عز وجل. والهجر معناه الترك، الهجر الهجرة قد تكون بالبدن وقد تكون بالقلب، فالهجرة من السنة.